فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس قول الرجل الخارجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، أليس من الأقوال التي تناقض الإسلام؟ نعم، هو قول للرسول، ولذلك استنكر عليه الصحابة، استأذنوا بقتله. لكن كما ذكرت لكم، الرسول يدرأ أمورا أشد، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، يشيع هذا ويكون هذا سببا لصد الناس عن دين الله، أو يكون لهم قبائل تثأر لهم، يثورون لهم. الرسول يدرأ المفاسد. نعم.